سيزونيير ولا برانتانيير، واما هاد الحبوب ديال اللقاح كتوضع عبر الشم وتعطينا بحساسية الأنف، وإما تتوصل للرئة وكتعطينا ما يسمى بالربو أو الدقة. أخطر أنواع هذه الحساسية هي التي تصيب القفص الصدري، فيصبح التنفس عسيرا على المصاب وقد يضطر إلى الاستشفاء خوفا من المضاعفات الصحية، بينما في كل الحالات يجب استشارة الطبيب. ما عنديش الوقت حتى نتنفس، والو ما عنديش الوقت، قلت للدراري صافي راني كنموت، بغيت يدوزوني للسبيطار يلاهو، تا هما مساكن تخلعو ويهزوني دغيا، إوا بقيت جايه والو النفس، عندي شويه ديال النفس. تفادي والابتعاد عن النباتات وعن الطبيعه والاحتكاك بها مباشره. وثانيا هناك ادويه ياخذها المريض وقائيه، وهناك ادويه ضد الإستامين مضادة للإستامين، وهناك الكورتيكويد أو قطرات للأنف، ولكن بعد استشارة الطبيب. حلول فصل الربيع نعمة للكثيرين من أحب الطبيعة ونقمة على المصابين بحساسية الربيع، بعضهم يجازف بالخروج إلى الطبيعة ويضع كمامات على الأنف، لكن الأفضل مراجعة الطبيب في كل الأحوال قبل أي خطوة نحو حضن الطبيعة الخضراء. دراسة تشخيصية هي الأولى من نوعها في المغرب، تهم واقع الأشخاص في وضعية إعاقة في الأقاليم الجنوبية. بعد شهرين من العمل الميداني صدرت النتائج، ومن بين العناوين الكبرى فعالية قانون الولوجيات محدودة جدا. لحسن هبان يوسف ويش. لم يكن أحمد يضع في الحسبان أن الوصول إلى اللقاء الذي دعي إليه لمناقشة واقع الأشخاص في وضعية إعاقة سيكون أمرا مجهدا جدا. تجاوز الممر الأول لكنه عجز عن تجاوز الثاني كونه لا يستجيب للمعايير المطلوبة، فهو شديد الانحدار، عاد أدراجه باحثا عن منفذ آخر. أخيرا دخل عبر موقف للسيارات كي يشارك في هذا اللقاء الدراسي والتشاوري. هو ينصت هنا بإمعان للدراسة التي شخصت واقع الشخص المعاق في هذه الأقاليم. وصلت فعلا الباب الآخر اللي ديال مرعب السيارات، وخا حتى هو فيه خطورة، ولكن المهم هذاك الباب شوي دخلت منه. مع ذلك جبنا معنا هذوك الباريات ديال الولوجيات بالنجار وصوبنا باش ولجنا للقاح. ما خصناش نبقاو حنا في ديك القوانين الموجوده على، ولكن لا تفعل، خاص المساله تفعل باش يتمكن الاشخاص ذوي الاعاقه من المشاركه في الجميع، وولجوا المؤسسات مستقبلة للعموم. هذه الدراسة الميدانية هذه كان فيها جانب مؤسساتي كيرتبط بالمصالح العمومية، ثم كان فيها جانب كيرتبط بالتنظيمات الجمعوية، وفرز واحد مجموعة من الخلاصات كانت أهمها، وهو أنه كاين تمييز على أساس الإعاقة في واحد المجموعة من المجالات، خاصة ما يتعلق بالولوجيات. الدراسة التشخيصية استغرقت أزيد من شهرين، عرت عن مختلف الإشكالات التي لا تزال تعرقل دمج ذوي الإعاقة في التنمية. وهنا يقفز السؤال المتعلق بالتدابير المفروض اتخاذها. يطلب تشخيص اللي قمنا به، يطلب إدماج كل الفاعلين في طرح السياسة لضمان هذه الحقوق، الفاعلين الرسميين للسلطات العمومية، ولكن كذلك المجتمع المدني. المميز في هذا اليوم الدراسي هو أن كل الجمعيات اللي منخرطة في الدفاع على حقوق هذه الفئة هما حاضرين معنا. لا تزال الشكوى تعلو من انعدام الولوجيات وغيرها من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كل ما يرجوه هؤلاء اليوم أن يتم تفعيل مختلف القوانين والاتفاقيات التي تحمي كرامتهم. بيرغندوز آخر نقطة حدودية تفصلنا عن الجارة الموريتانية. المركز يتحول تدريجيا إلى نقطة يمكن أن تكون سياحية. ضيوف معظمهم من فرنسا وجدوا في سكينة وهدوء وأمن المكان مستقرا للمتعة السياحية. عربات سياحية على ضفاف الأطلسي، والصورة يرصدها زكريا عبد المجيد، يونس الحبشاوي.
رحابة الفضاء وسحر الطبيعة وحسن الاستقبال جذبت هؤلاء السياح لقطع المسافات الطوال بغية الاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تزخر بها منطقة بئر قندوز أقصى جنوب المملكة، فالمكان صار موعدا للقاء بين هؤلاء الوافدين من مختلف الدول الأوروبية. عندما سمعنا للمرة الأولى عن المغرب ترددنا قليلا، لكن بعد حديثنا لبعض الأصدقاء الذين زاروا المنطقة لأكثر من 15 عاما أخذنا نفس قرارهم وكان قرارا صائبا. أبلغ من العمر 70 عاما، هنا يوجد كل شيء. أعتقد أن على بعض الفرنسيين أن يأتوا للمغرب ليتعلموا مجموعة من الأشياء كحسن الضيافة ودمثة الخلق والأمن، وهذا شيء جد مهم. سخاء البحر وطراوة منتوجاته توفر للسياح فرصة للاستمتاع بأطباق شهية ومناظر طبيعية قل نظيرها. ترددت قبل المجيء، لكن بعد ذلك سعدت عندما قدمت للمغرب. الناس هنا طيبون، وأكثر شيء أعجبني هو دفء الشمس. كل شيء جيد للغاية، الهدوء، المناظر الخلابة. ربطنا علاقات مع بعض عائلة الصيادين هنا، إنهم طيبون. الشعور بالأمان واعتدال المناخ جعل هؤلاء السياح وغالبيتهم من المتقاعدين يمضون أوقاتا أطول بهذه المنطقة التي تعد بمستقبل سياحي واعد. شريف المسكاوي، 17 ميدالية في الرصيد ومسار رياضي بدأ من القرية لتكسر أعرافا لم تكن آنذاك تعترف بحق المرأة في مزاولة الرياضة. شريفة قاومت وأثبتت أنها قادرة على تجاوز حواجز العرف. حسن الحمادي، هشام شقدال. أن تمارس فتاة في سن المراهقة الركض في دوار سبت ولاد بوعزيز منطقة المعاشات فهذا ضرب من الجنون. شريفة المسكاوي كسرت طوق الصمت وتحولت إلى بطلة بين الرجال. التاريخ لم ينصف شريفة المسكاوي، لأن لو جاءت في هذه الظرفية الآن اللي هي فيها إمكانيات هائلة فيها تجهيزات كانت تكون بطلة يعني عالمية، ولكن مع الأسف أنها جاءت في وقت اللي وما كانش الناس كيهتموا بالرياضة بشكل عام وكذلك ألعاب القوى بشكل خاص. الصورة مع الأخت نوال البطولة الأخيرة. تنبش شريفة في ذكريات الزمن الجميل رفقة البطلة الأولمبية نوال المتوكل ذات الأصول الدكالية كذلك. كانت تزاوج بين كرة اليد وألعاب القوى في إطار الرياضة المدرسية. ولم يتبقى من ذلك الزمان سوى هذه الصور التي تؤرخ لهذا المسار الرياضي. وكنت كناخذ واحد الصلخه ديال العصا مع هاد خوتي من هاد خوالي، علاش كتلعبي مع الدراري بعدا؟ اولا وانا كيعجبني نسبق الاولاد. كان الاب ديالي الله يرحمه من المشجعين الاوائل ديالي. كنت فاجئ بانني مثلا مشيت في 68 البطوله المغاربيه ديال الجزائر 68، كنا مشينا بارتران لان ديك الساعه الايمويا ما كانوش، كنا مشينا بارتران وكنت عندي رخصة أبوية باش نمشي نشارك في هذيك التظاهرة. الجزائر شكلت بداية مشوار تألق شريفة المسكاوي. 17 ميدالية وأربع مرات بطلة إفريقيا. أطرت نساء إقليم الجديدة عقب مشاركتهن في المسيرة الخضراء. 30 سنة من الحضور الرياضي في مختلف المحافل. يعني أول مرة في التاريخ ديال المغرب كنظن بأن واحد الأنثى توسطت باش تكون بطلة على الصعيد الدولي، وحنا كنشرفوها كثير وكنقدروها كثير لأنها بنت الشعب وحنا ولاد الشعب، وولاد الشعب ملي كيلعبوا الرياضة وكيمارسوها مليح وكيعطوها الحق ديالها وكيكونوا جنود خفاء بدون إشهار بدون تلفازات. تألق النسوي كبير في زمن التضحيات وقلة الإمكانيات، وفي مجتمع قروي ونسق ثقافي لا يؤمن بتحرر المرأة، لكن شريفة شكلت الاستثناء. دوكالا كانوا كيشجعوني عن طريق